وهتيأس يا خالد. امشي يا سعاد، انا خايف. عارف النهارده التليفون ما بطلش رن، كل الناس بتدعي لنا، بتدعي له. غدا تفتكر ياسين هيرجع؟ ان شاء الله هيرجع حبيبي. احنا عمرنا ما اذينا حد، ربنا مش هيسيبنا لوحدنا. يا رب يا رب. حاسه ان انا تعبت قوي قوي. عارفه يا حبيبي، عارفه. يا رب. اجمد اجمد يا خالد، مش انت كنت دايما تقول له اجمد ياسين؟ دلوقتي هو اللي بيقول لك اجمد يا بابي. يا رب يا رب يا رب.